كذلك أيضا من ابتلي فصبر بمرض أو بشيء من أنواع البلاء فصبر احتسابا للأجر عند الله جل وعلا فإن أجره عظيم. وقد ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك شيئا عظيما مما يسلي ويصبر المصاب وأهل المصاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله بها من خطاياه. والحديث رواه البخاري ومسلم. ما يصيب الإنسان من شيء حتى الشوكة يشاكها يحط الله بها عنه من خطاياه. وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافيه به يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض، يعني لما رأوا من أجر ومما أعد لأهل البلاء من ثواب وأجر. فهذا كله يهون المصيبة ويصبر المبتلى.